فدايما بتابع كل الامور التطويريه في مقرات النادي الاهلي المختلفه. دي لقطه حيه ايضا من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، في تواجد او في ظل تواجد طبعا دكتور اشرف صبحي، معالي الوزير السابق طبعا الاستاذ العمري فاروق متواجد طبعا، في تواجد اكيد اللواء والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وايضا الكابتن محمود الخطيب، ايضا الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي. فواضح ان اهتمام كبير طبعا. دي لقطه مهمه جدا، كابتن محمود الخطيب مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ولقطات مهمه جدا جدا بنشوفها مع حضراتكم دلوقتي، ولحظات هامه في الحقيقه لكل اعضاء النادي الاهلي في مقر النادي بمدينه نصر. وشيء سعيد في الحقيقه ويوم سعيد، استاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره، ويعني حاجات مهمه جدا جدا لكل الاعضاء، ولقطات مهمه وتاريخيه في الحقيقه، وامور مميزه جدا. استاذ محمد سراج الدين عضو مجلس، او دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس الاداره، دكتور الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره، يعني استاذ خالد الدرن، ده لكل اعضاء مجلس الاداره اللي واضح ان هم متواجدين، وواضح ان طبعا يعني خلاص هيبتدي خلال لحظات مراسم الافتتاح، وحاجه مميزه جدا في الحقيقه، وامر مميز، وكل اعضاء النادي الاهلي اكيد فرحانين بهذا الحدث في هذه اللحظات. الاهم ان المجهود والوعود اللي احنا سمعناها بتنفذ على ارض الواقع، وده الكلام اللي انا كنت بقوله لحضراتكم قبل ما نشوف اللقطات دي، ان انت اوكي ممكن تسمع وعود كتير لكن بعضها ما ينفذش، او ممكن ما فيش حاجه منها خالص تنفذ، لكن الواضح اللي احنا بنشوفه وعلى مدار السنتين اللي فاتوا لحد هذه اللحظه، وهنشوف كمان خلال السنتين اللي جايين وربما اكثر من ذلك، الوعود بتنفذ على ارض الواقع بالنسبه لكل اعضاء النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها في وقت الانتخابات. وده شيء مهم قوي، الاهم ان انت تنفذ وعودك، الاهم ان انت لما تقول حاجه تنفذها، وده اللي بيحصل في الحقيقه خلال الفتره دي في النادي الاهلي. كل التحيه والشكر والتقدير لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. لقطات حيه وحصريه بنشوفها مع حضراتكم دلوقتي من داخل مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، واكيد خلال لحظات قليله جدا هيكون في مراسم الافتتاح. كنت بتكلم معاكم على المنطقه الترفيهيه اللي هتكون اكبر منطقه ترفيهيه داخل نادي في مصر، وهي اللي هتكون متواجده في مقر النادي مدينه نصر، واللي هيتم افتتاحها خلال ايام او بالتحديد خلال 40 يوم تقريبا، وهيكون شيء مميز جدا جدا جدا. فبالتالي النادي الاهلي بصدد افتتاحات عديده من الجانب الانشائي بالتحديد، واللي اكيد بيساعد على جانب اجتماعي مميز جدا جدا داخل مقرات النادي الاهلي المختلفه، وده هيكون خلال المرحله المقبله، وطبعا شيء مميز جدا جدا جدا. طبعا شخصيات عديده احنا شايفينها في اللقطات دلوقتي قدامنا مقر النادي، وامور في الحقيقه مميزه جدا وبتسعد كل اعضاء النادي الاهلي في كل مكان. جميل قوي جميل قوي انك ما يكونش تركيزك بس على الجانب الرياضي اللي بيهتم بيه جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي طبعا، واللي بيتمثل في انك تحقق انجازات وبطولات وكلام من ده طبعا شيء مفروغ منه، كلنا مستنيينه وكلنا عايزينه، وكل اي واحد اي اهلاوي واي عضو في النادي الاهلي نفسه دايما يشوف النادي الاهلي ده رقم واحد. لكن الجميل ايضا ان الاهتمام مش رياضي بس، لا اهتمام انشائي واهتمام اجتماعي واضح جدا 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 من قبل مجلس اداره النادي الاهلي الحالي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا واضح ان دول بعض اعضاء النادي الاهلي المتواجدين ايضا، واكيد الكل بيبقى متواجد او بعض اعضاء النادي الاهلي بيبقى متواجد. طبعا درجات الحراره مرتفعه دلوقتي، ممكن ما تلاقيش اعضاء كتير في النادي، لكن الجميل ايضا ان كل افرع النادي الاهلي مختلفه فيها شاشه لعرض مباريات الامم الافريقيه، فبالتالي تلاقي البعض بيروح يتفرج على المباريات هناك. كابتن خالد بيبو كمان موجود في الصوره، واحنا عارفينه طبعا عضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي الخاصه بفريق كره القدم او بقطاع الكره بشكل عام داخل النادي الاهلي. لقطات مهمه
افتتاح مهم، يوم سعيد، يوم صار لكل الأهلوية والأعضاء النادي الأهلي بشكل عام والأعضاء النادي الأهلي بمدينة نصر بشكل خاص، لأن هم هيستفادوا استفادة كبيرة جدا جدا من هذا المجمع الخاص بالمطاعم واللي هيتم افتتاحه النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم في براندات كتير قوي، مطاعم بأسماء كبيرة جدا جدا. وفي الحقيقة برضه عشان أبقى منطقي معاكم، هو مكسب لهذه المطاعم قبل ما يكون مكسب للنادي الأهلي والأعضاء النادي الأهلي، إن أنت يبقى عندك مطعم ايا كان اسمه ايه وحجمه ايه داخل مقر النادي الاهلي ايا كان المقر فين، ده شيء مهم جدا بالنسبه لهم، ده شيء مهم جدا لكل المطاعم دي ولكل البراندات دي. اي حد بيسعى ان هو يكون عنده منفذ داخل النادي الاهلي.